السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. احنا جينا الحلقه الثانيه اللي غنشوفوا فيها الكانتي ديال نهار الاحد 20 ديسمبر 2020. الحلقه هذه الخوت غادي نشوفوا فيها الجواكا، وغادي نشوفوا فيها الدرايفرا، غنشوفوا فيها الدرايفرات، وغادي نشوفوا فيها لي زونترينور، وغادي نشوفوا فيها الروكور اللي تيديروا العاود في الباركور ديال فانسن، وشنو تيدير في الديستونس ديال 2700. المهم الخوت، نذكركم باللي راه درنا الحلقه الاولى شنا فيها العوده، شنا لي كونديسيون ديال الديفراج الصفيح، وشنا ديال لاكورد، وشنو تيدير فيها، وشنو تيدير في الديستونس. هنايا غادي نشوفوا احسن ريكوردات الخوت على الطابلو اللي قدامنا، احسن الريكوردات في الباركور ديال فانسن. هادو هما العودات اللي مشاركين غدا 13 عود، غنشوفوا الاحسن الريكورد عند من. احسن الريكورد كاين عند 13، عنده هذا هو الريكورد ديالو الخوت فانسن، داير فيه برومي، كاين موراه الخمسة، الريكورد ديالو هو هذا، داير فيه تروازيام فانسن. الرقم 12 الريكورد ديالو هو هذا، داير فيه دوزيام. الرقم 4 الريكورد ديالو هو هذا، داير فيه كاتريام. الرقم 3 الريكورد ديالو هو هذا، داير فيه ستيام. الرقم 11 الريكورد ديالو هو هذا، داير فيه تاهو ستيام. الرقم 2 الريكورد ديالو هو هذا، داير فيه برومي. الريكورد 10 داير فيه برومي، هذا هو الريكورد ديالو. الرقم 9 داير فيه دوزيام فانسن، هو هذا الريكورد ديالو. الرقم ا داير فيه تروازيام، هذا هو الريكورد ديالو في الباركور الخوت، يعني في الميدان ديال التيران اللي غيلعبوا فيه فانسن. هنايا الويت، هذا هو الريكورد ديالو، داير فيه تروازيام. سات الريكورد ديالو هو هذا، داير فيه كاتريام. سيس داير فيه ساتيام، هذا هو الريكورد ديالو. هنايا الخوت بالنسبه للباركور ديال فانسن، باش نشوفوا الحساب المسافه. المسافه الخوت كما تشوفوا، شوفوا احسن مسافه عند من، احسن ريكورد في المسافه كاين عند 13 كذلك هو مثال. جيبوا فانسن دير فيه برومي، هنايا الخمسه دير فيه تروازيام، هنايا 12 دير فيه دوزيام، الربعه دير فيه كاتريام، ثلاثه دير فيه ساتيام، 11 دير فيه ساتيام في 2020. هنايا الجوج دير فيه برومي، هنايا العشره دير فيه برومي، هنا التسعود دير فيه دوزيام، هنا الواحد دير فيه تروازيام، لويت دير فيه برومي ولكن ماشي فانسن في ليسابل. هنايا الساد دير فيه دير فيه كاتريام، هنايا هيل بوي سيس دير فيه ساتي. هذا فيما يخص الخوت هنايا في ديستونس والباركور اللي شنا. دابا غنشوفو احسن لي زونترينور، الطابلو ديال لي زونترينور، غنشوفو على حساب في الكانتي شكون اللي يخرجو عودة مزيانين. عندك جون ميشيل بازير هو الاول 12، 181 كورس، 29 فيكتوار، 52 بلاصي، 44% ديال لا ريوسي. من وراه التسعود 76 كورس، 11 فيكتوار، 12 بلاصي، 35% ديال ريوسي. من وراه الجوج 65 كورس، 6 فيكتوار، 22 بلاصي، 6 بلاصه حتى هو، 43% ديال لا ريوسي. من وراه 13 والعشرة والسبعة والثلاثة عندهم اونترينور واحد داخل بربعة العودان، 28 فيكتوار، 5 فيكتوار، 11 بلاصي. من وراهم 11 30 كورس، 2 فيكتوار، 8 بلاصي، 33% ديال لا ريوسي. من وراهم الربعة 13 كورس، فيكتوار وحدة، 5 بلاصي، 46% ديال ريوسي. من وراهم 8 كورس وحدة، ما عندو حتى فيكتوار، ما عندو حتى بلاصاج، 0% ديال ريوسي. هنايا كورس وحدة ما عندو حتى فيكتوار، عندو بلاصاج، عندو 100% ديال ريوسي. هنايا 19، هنا الواحد 19 كورس ما عندو حتى فيكتوار، عندو 8 بلاصي، جوج عندو 42% ديال ريوسي، الخمسة راه ما عندو حتى كورس، ما عندو حتى فيكتوار، ما عندو حتى والو. هذا خوت بما يخص المدربين. غنمشيو نشوفو الدرايفرات على حساب الكانتي لي فيكتوار. كاين إيريك رافا هو الأولاني، 122 121 كورس، 18 فيكتوار، 50 بلاصي، 56% ديال ريوسي. من وراه 12 72 كورس، 17 فيكتوار، 27 بلاصي، 61% ديال ريوسي. جون ميشيل باز تيوماني 110 ديال لي كورس، 12 فيكتوار، 31 بلاصي، 39% ديال ريوسي. من وراه الخمسة 87 كورس، 10 فيكتوار، 23 بلاصي، 37% ديال ريوسي. تسعود 93 كورس، تسعود ديال لي فيكتوار، 28 بلاصي، 39% ديال ريوسي. من وراه 8 113 كورس،
سعود فيكتوار 23 بلاص 43 بلاصه 46% ديال الريوسي من وراء الرقم جوج 67 كورس 7 فيكتوار 16 بلاصه 34% ديال الريوسي من وراء الرقم 10 79 كورس 5 فيكتوار 23 بلاصه 35% ديال الريوسي من وراه 7 57 كورس 3 فيكتوار 12 بلاصه حتى هو تيت بلاصه 26% ديال الريوسي هنايا مورا 6 55 كورس 3 فيكتوار 13 بلاصه 29% ديال الريوسي من وراه 11 19 كورس فيكتوار وحده 7 بلاصه 42% ديال الريوسي الربعه 22 كورس ما عنده حتى فيكتوار عنده 3 بلاصه 13% ديال الريوسي من وراه الواحد 33 كورس ما عنده حتى فيكتوار عنده 8 بلاصه 24% ديال الريوسي هذا الخوت حنا شفنا دابا كلشي شفنا العوده شفنا العوده شفنا العوده شدير باركور واش يدير في الديستونس وشنا الدرايفرات وشنا لي زونترينو في الحلقه التاجه غيكون فيها بروغرام سمحوا لي بزاف الخوت لك طول شي بقى لكم راحه البال تهلاو في راسكم يلاه بون كوراج ونهاركم سعيد الخوت الله يعاون